ناجلسمان مدرب صغير السن قليل الخبرات، ولكنه ايضا مدرب نجح مع بايرن ميونخ الى حد ما. هل تتوقع نجاحه مع المنتخب الالماني ام اختياره للمنتخب الالماني في هذه الفتره كان اختيار غير جيد؟ نعم، هو امر صعب جدا، واعتقد في اليورو القادم 2024 في المانيا سوف يكون الأمر شديد الصعوبة، لأن هناك منافسين أقوياء، منافسين من منتخبات طبعا المنتخبات الأوروبية التي ستشارك في بطولة اليورو القادمة. ستكون المنافسة صعبة جدا جدا على ناجلسمان وعلى المنتخب الألماني من وجهة نظري. المنتخب الألماني تحديدا أو الكرة العالمية بشكل عام، الكرة الألمانية بشكل عام كانت تتميز بالمهاجمين الأقوياء، المهاجمين اللي عندهم كثير من المهارات. لماذا يغيب المهاجمين الألمان الآن عن الساحة، عن نجوم الصف الأول في الكرة القدم العالمية وعن المنتخب الألماني؟ غريب أن نرى المنتخب الألماني بلا مهاجم يعني من مهاجمين الصف الأول في العالم. نعم، أنا أعتقد أننا في العوام الأخيرة بدأنا نطور ذلك، ولكن من وجهة نظري أن المدربين في ألمانيا لم يعملوا على تطوير هذه النقطة وتحسينها، حيث فعلا كما ذكرت لا نمتلك مهاجم سوبر الذي يصنع الفارق ويحرز الأهداف كما رأينا في الأعوام الماضية، وهذه هي من أهم المشاكل التي نعاني منها بكل تأكيد. المنافسة في الدوري الألماني على مدار سنوات هي منافسة شبه أحادية لبايرن ميونخ، استثناء يعني دورتموند حاول مع بايرن ميونخ الموسم الماضي، ولكن حتى على قوة الدوري الألماني، هل قوة الدوري الألماني تراجعت في المواسم الأخيرة؟ نعم، عندك حق، بايرن ميونخ فريق فعلا قوي ويهيمن ويسيطر على البوندسليغا وعلى كل البطولات هنا. نعم، بروسيا دورتموند هو فريق ايضا منافس قوي، بايرن ليفركوزن يظهر بشكل قوي ورائع، ولكن هذا ليس الاهم. انا اعتقد من وجهه نظري ان هذه الفرق في هذا العام بالاخص سوف تظهر ايضا، وكما راينا في الاعوام السابقه وفي الموسم السابق ينافسون البايرن بشكل قوي.